السلام عليكم طلاب، اليوم نكمل ما تبقى من المحاضرة الثانية، وإن شاء الله نحاول نكمل المحاضرة الثالثة. بالمحاضرتين اللي راحت اللي هي كانت محاضرة ونص حكينا على الميكروبيال جروث، وشفنا أن هناك نوعتين من الجروث اللي تاخذ الأحيان الجهرية. قلنا أكو نوعتين من المزارع اللي هي باتش كلتشر والكونتينيوس كلتشر، وقلنا انه الباتش كلتشر هي معظم الاحياء المجهريه اللي تنمو بالانفايرمنت، لانه المواد الغذائيه مو على طول متوفره فتنمو بنظام الباتش كلتشر. كذلك الاحياء المجهريه اللي نزرعها بالمختبر ونسوي عليها التجارب كلها هذه تنمو بنظام الباتش كلتشر. الكونتينوس كلتشر هذه فقط قلنا الاحياء المجهريه الصناعيه، يعني شنو؟ يعني أحياء مجهرية نستخدمها في إنتاج شغلات صناعية، مثل إنتاج الأنتيبايوتيك، إنتاج الإيثانول، الكحولات، أو أي مادة كيميائية صناعية مفيدة. نستخدم الكونتينيوس كلتشر لأنه إحنا قلنا أن جيد ما نضيف مواد مغذية راح تبقى هاي الأحياء المجهرية مستمرة بالنمو وتنطينا البرودكت اللي إحنا نريده. بعدين حكينا على طرق عد الأحياء المجهرية، وقلنا طريقة العد المجهري باستخدام الهيموسايتوميتر، كذلك قلنا السبكتروفوتوميتر، والطريقة الأكثر شيوعا والأكثر استخداما اللي هي استخدام السيريال ديليوشن لعد الأحياء المجهرية، وقلنا بها طريقتين، يا إما نستخدم باور بليت أو السبريد بليت. اليوم راح نشوف شنو المؤثرات اللي تأثر على نمو الأحياء المجهرية. من العوامل المؤثرة والمهمة اللي تأثر على الأحياء المجهرية عندنا درجة الحرارة. Temperature is a major environmental factor controlling microbial growth. Cardinal temperature, the minimum, optimum and maximum temperatures at which an organism can grow. طبعا درجات الحرارة اللي تنمو بها الأحياء المجهرية مختلفة، تعتمد على species وعلى نوع الميكروب او نوع الكائن المجهري، وطبعا درجات الحراره تتحكم بصوره كلش كبيره بنمو الاحياء المجهريه. فعندنا مصطلح اسمه الكاردينال تمبريتشر، طبعا هذا هو درجه الحراره اللي قد تكون مينيمم او اوبتيمم او ماكسيمم اللي من خلالها يقدر هذا الكائن المجهري بالنمو. هذا الجراف يشوفكم درجات الحرارة الثلاثة أو المستويات العفو لدرجات الحرارة الثلاثة. فعندنا الأوبتيمم تمبريتشر اللي هي هاي أوبتيمم تمبريتشر. الأوبتيمم تمبريتشر هي الدرجة المثلى اللي يقدر الكائن المجهري بالنمو وقيام بالفعاليات الأيضية بأقصى درجة. الإنزيماتيك رياكشنز أكرينج أت ماكسيمال بوسيبل ريت، يعني هنا شلون نقول احنا راح ينمو الكائن المجهري ويقوم بفعاليته بأقصى أو بأفضل حال. نشوف هنا أنا كل ما نزلت درجة الحرارة خلينا نقول أكثر، يعني نحو الأكثر برود من الأوبتيمام، راح نشوف أنه يقل نمو الأحياء المجهرية. ليش؟ لأنه راح يصير عندنا يعني الفعاليات الإنزيمية راح تقل بانخفاض درجات الحرارة عن الدرجة المثلى. فإذا وصلنا إلى المينيمم اللي هي أقل درجة يمكن للكائن المجهري أن ينمو، راح نشوف أنه راح يصير اللي يتوقف نمو الأحياء المجهرية. ليش؟ لأنه راح يصير membrane gelling اللي هو راح يأثر على transport processes so slow that growth cannot occur. فهنا عندما يصير له membrane gelling يعني راح يمنع دخول وخروج المواد والمغذيات، فهذا يسبب بتوقف الأحياء المجهرية عن النمو. فإذا ازدادت درجة الحرارة عن المينيمم باتجاه الأوبتيمم راح نشوف enzymatic reactions occurring at increasingly rapid rates، يعني تبدي عمليات الأيض وعمليات الإنزيمية بالزيادة إلى أن تصل إلى الأوبتيمم. كذلك درجات الحرارة العالية راح تأثر على نمو الأحياء المجهرية وتسبب لنا بروتين ديناتوريشن، كولابس اوف ذا سيتوبلازم ممبرين،
وكذلك تسبب الثيرمال لايسيس. هنا أنا راح تأثر درجات الحرارة العالية بصورة مباشرة على البروتين وتسبب بروتين ديناتوريشن. طبعا تعرفون أن كل العمليات الأيضية تتحكم بها البروتينات، فإذا صار عندنا بروتين ديناتوريشن راح تموت، يموت الكائن المجهري. كذلك قد تسبب لا تحطيم السيتوبلازمك ممبرين، وبالتالي راح تسبب الثيرمال لايسيس وهو تحلل الأحياء المجهرية. طبعا عندنا ارتفاع درجات الحرارة عن المثلى يأثر بصورة أكبر عن انخفاض درجات الحرارة عن المثلى. ليش؟ لأنه الانخفاض مجرد يوقف لنا الكائن المجهري في سبات. ليش؟ لأنه راح يسبب ممبرين جيلينج وما راح يأثر على البروتينات. دائما احنا عندنا شغل بالبروتينات، نخلي البروتينات بالماينس 20 ما يصير بها شيء، معظم البروتينات طبعا او معظم الانزيمات. فهنا المينيمم او درجات الحرارة الباردة ما راح تأثر، ما راح تقتل الأحياء المجهرية. لكن بعض الأحيان التجميد راح يسبب يسموه ice crystals. هاي ice crystals قد تسبب في تمزق السيتوبلازمك ممبرين وبالتالي تموت الكائنات المجهرية. بينما درجات الحرارة العالية لا، هي راح تسبب protein denaturation أو تسبب collapse of the cytoplasmic membrane. فهذه درجات الحرارة العالية قد تسبب تحلل الكائنات المجهرية، فيكون تأثيرها أكبر من تأثير درجات الحرارة الباردة. طبعا تصنف الأحياء المجهرية اعتمادا على درجات الحرارة المثلى. فعندنا السايكروفيل، هذه اللي تنمو درجات حرارة مثلى واطئة. وعندنا الميزوفيلز اللي هي درجات الحرارة المثلى مالتها تكون وسطية، يعني قد تكون 20 إلى 30 أو 20 إلى 35. الثيرموفيل هي اللي تفضل درجات الحرارة العالية قد تصل إلى 40. وعندنا الهايبر ثيرموفيل، هذه اللي تفضل درجات حرارة كلش عالية قد تصل إلى 70. مثل ما عندنا إذا تتذكرون شرحت لكم بالكورس الأول على الهايدرو ثيرمال فينتس، فهذه معظمها هي من الأركايا، فهذه تفضل درجات حرارة عالية قد تصل إلى 70 درجة سليزية. عندنا مصطلحين، السايكرو تولرنت والثيرمو تولرنت. السايكرو تولرنت هنا قد تكون درجة الحرارة المثلى للكائن المجهري بين 20 إلى 40، يعني خلينا نقول مثلا 30، بس من نخليها بدرجة حرارة صفر راح نشوف انه هذا الكائن المجهري راح ينمو. احنا شو نسمي هذا؟ هذا نسميه سايكرو تولرنت. هو درجة الحرارة صفر مو المثلى، بس هو يقدر يتحمل هاي درجات الحرارة هذه ويقدر ينمو. كذلك الثيرمو تولرنت احتمال هو الاوبتيمم مالته 30، بس من نخليه بدرجة حرارة 70 راح تنمو. فش نسميها؟ نسميها ثيرمو تولرنت. شنو التحورات الموليكولر موديفيكيشنز اللي تصير بالكائنات المجهرية اللي تخليها تتحمل او تعيش في درجات حرارة واطئة؟ طبعا عندنا السيتوبلازمك ممبرين فانكشن ات لو تمبريتشرز. ليش؟ لانه دائما يكون ب هاي انساتوريتد اند شورتر تشين فاتي اسيد كونتنت وسم بولي انساتوريتد فاتي اسيدز ويتش ريمين فليكسيبل ات فيري لو تمبريتشر. يعني هذه دائما تشوفون الاحياء اللي تفضل الدرجات الواطئه، الاحياء المجهريه اللي تفضل الدرجات الواطئه راح تكون بها السيتوبلازمك ممبرين، راح يكون ب unsaturated fatty acids، وايضا التشين اللي تربط بين الفاتي اسيدز راح تكون شورتر تشين، لان هذه راح تعطي فليكسيبيليتي للسيتوبلازمك ممبرين، فيقدر يعبر المواد بانخفاض درجات الحراره الواطئه، العفو بانخفاض درجات الحراره. كذلك عندها ما يسمى بالكولد شوك بروتينز اللي هي تشابيرونز. تتذكرون شرحنا لكم على التشابيرونز اللي هي عباره عن بروتينات تساعد يعني تصلح، العفو تصلح البروتينات اللي يصير لها فولدنج، فتسوي لها انفولد فترجع البروتينات تشتغل بصوره طبيعيه. كذلك بها الكريبتو العفو بها الكرايو بروتكتنتس. شنو هاي الكرايو بروتكتنتس؟ هذه عباره عن انتي فريز ايجنت مثل الانتي فريز بروتينز، وعندنا سيرتين سوليوتس. هذه السيرتين البروتينات تشتغل بدرجات حراره واطئه، وكذلك عندنا سوليوتس ما تتجمد بدرجات الحراره الواطئه.
يعني عندها سوليوتس يسمح لها بالعمل او قيام العمليات الايضيه وتبادل المواد بانخفاض درجات الحراره. فهذه prevent formation of ice crystals، يعني بدرجات التجميد يعني خلينا نقول minus 20، هذه الـ certain solutes راح تمنع انه المحتويات الداخليه تنجمد وتكون الايس كريستلز، فتحافظ على الخلايا الاحياء المجهريه بانخفاض درجات الحراره. بارتفاع درجات الحراره مثل ما قلنا التاثير المباشر راح يكون على البروتين، فنشوف انه الاحياء المجهريه اللي تنمو بدرجات حراره عاليه راح تحتوي على critical amino acid substitutions in a few locations provide more heat tolerant folds. Increased number of ionic bonds between basic and acidic amino acids resists unfolding in the aqueous cytoplasm. يعني عندها تبدأ تبدل أو عندها أحماض أمينية تتحمل درجات الحرارة العالية، كذلك الأواصر أو الأيونية اللي تربط بين حامض أميني وآخر تكون بأعداد هائلة، فهذه تحافظ على البروتين من أن يصير الديناتوريشن، فيبقى البروتين فعال بدرجات الحرارة العالية. كذلك عندها highly hydrophobic interiors و production of solutes that helps stabilize proteins. يعني اكو بعض السوليوتس هذه تعمل على stabilization للبروتينز الموجودة inside the microorganisms. طبعا دائما احنا الاحياء المجهرية اللي تنمو بدرجات حرارة عالية نستخدمها احنا بانتاج commercial enzymes، يعني هاي الانزيمات التجارية. ليش؟ لانه احنا نقدر نستخدمها خصوصا بالفعاليات الايضيه اللي احنا نريد نسويها بالمختبر اللي تتحمل درجات حراره عاليه. فمثل عندنا التاك بوليمريز اللي نستخدمه بالبي سي ار، فهذا التاك بوليمريز يتحمل درجات حراره عاليه تصل ل 90 درجه مئويه. كذلك الممبرين modifications of cytoplasmic membrane to ensure heat stability. فنشوف احنا عندنا البكتيريا have lipids rich in long chain and saturated fatty acids وبها unsaturated fatty acids كلش قليل. فهنا هسه نشوف هنا عكس درجات الحراره الواطئه، الحراره الواطئه تكون بها short chain، هنا الحراره العاليه نشوف انه اللي تنمو بدرجات حراره عاليه تحتوي على long chain وتحتوي على saturated fatty acids، بينما بالكولد بها unsaturated fatty acids. كذلك انتم تعرفون الاركايا والسيتوبلازمك ميمبرين وتركيبه، تركيب مالته ب repeated isoprene units bonded to glycerophosphate and membrane forms lipid monolayer rather than bilayer. وتتذكرون انا شرحت لكم على الاركايا، ومعظم قلت لكم معظم الاركايا او بها انواع لا بأس بها تنمو بدرجات حرارة عالية. خلصنا من درجات الحرارة العالية، راح نحكي على تأثير الأس الهيدروجيني والأوزموزية وكذلك تأثير الأكسجين على نمو الأحياء المجهرية. فتعرفون أنتم احنا تأثير الأس الهيدروجيني له تأثير كبير على نمو الأحياء المجهرية، فبعض الأحياء المجهرية تفضل acidic environment مثل عندنا اليست، بعضها تفضل نورمال بي اتش، والبعض الاخر الكالاين بي اتش. فدائما احنا عندنا يعني القسم الاكبر من الاحياء المجهريه تفضل نيوترال بي اتش اللي هو بي اتش 7، الاسيديك هو اقل من 7، وعندنا الالكالاين اللي هو القاعدي راح يكون اعلى من 7. فعندنا تقسم الأحياء المجهرية اعتمادا على الأس الهيدروجيني إلى النيوتروفيلز اللي هي organisms that growing optimally at pH 5.5 to 7.9. الأسيدوفيلز هذه راح تنمو بدرجات راح تنمو بأقل من أس هيدروجيني بأقل من 5.5، والألكاليفيلز راح تنمو بأس هيدروجيني أعلى من 8. طبعا تعرفون انتم كل ما كان حامضي كل ما كان
الهيدروجين كلش عالي، وكل ما كان قاعدي راح يكون الهيدروكسيل الاو اتش كلش عالي. The intracellular pH must stay relatively close to neutral, pH 5 to 9, even if the external pH is highly acidic or basic. يعني إذا نمينا أحياء مجهرية بانفايرمنت بها البي اتش عالي وهي تفضل نيوترال بي اتش، راح نشوف انه الداخل الكائن المجهري راح تحاول تحافظ عليه within this range. Microbial culture media typically contain buffers to maintain constant pH. تعرفون انتم احنا من ننمي الاحياء المجهرية راح تبدي باستهلاك المادة الغذائية وتقوم بطرح الفضلات وsecondary metabolisms اللي راح تأثر على البي اتش. فدائما احنا بالاوساط الزرعيه المستخدم بالمختبر نخلي بافرز، هاي البافرز تحافظ على البي اتش اللي احنا نريده بالوسط، مثل K2HPO4، فهذه احنا نسميها هاي البافرات، هي تحافظ على توازن البي اتش في الوسط الزرعي. الاوزموزيه اللي هي ان نمثلها بالووتر اكتيفيتي AW، اعطيتكم اياها بالكورس الاول، اللي هي تمثل الووتر افايلابيلتي بالوسط. Defined as ratio of vapor pressure of air in equilibrium with a substance or solution to the vapor pressure of pure water. بصورة مختصرة الـ water activity هو احنا اشقد مي نقي عندنا بالـ environment. طبعا هذه تختلف من نسبة صفر الى 1 واللي هو pure water. الأوزموزز water diffuses from high to low concentration. دائما الأحياء المجهرية تحافظ على السوليوت داخلها أعلى من الخارج. ليش؟ لأنه هي تقدر تسحب المي بصورة freely من الخارج للداخل، فحتى تحافظ على البالانس مالتها، فتكون السوليوت داخل الأحياء المجهرية أعلى من الخارج. Typically the cytoplasm has a higher solute. هسه شوف هسه هاي اللي حكيت عنها، السيتوبلازم او انسايد الخليه راح يكون higher solute concentration than the surrounding environment. Thus the tendency is for water to move into the cell. يعني تحافظ على السوليوت، مثلا ال NaCl تخلي تركيز ال NaCl عالي. ليش؟ لانه حتى تحافظ انه هيش وقت ما تريد مي، ودائما تعرفون انتم الانفايرمنت دائما بها مي، فهي حتى تكون مسيطره من تحتاج المي حتى تدخل المي بصوره طبيعيه او freely inside the cell. بينما اذا احتاجت NaCl تعرفون لازم تصرف طاقه حتى تدخل NaCl للداخل. When a cell is in an environment with a higher external solute concentration, water will flow out unless the cell has a mechanism to prevent this. يعني اذا كان السوليوت بالخارج بالانفايرمنت اعلى من التركيز بداخل الخليه، المي راح يطلع من داخل الخليه ويسبب انكماشه، الا اذا الخليه عندها اليه خاصه تمنع خروج المي من داخل الخليه. وهاي ليش قلنا انه فائده انه دائما التركيز الاملاح داخل الخليه يكون اعلى من خارجها حتى تسيطر على دخول الماء. الأوزموزية أيضا تقسم الأحياء المجهرية اعتمادا على احتياجها للسوليوت. احنا عندنا الهالوفيلز اللي هي تنمو بوجود تركيز ملحي معين. الهالوتولرنت تنمو بتركيز ملحي معين ولكن تتحمل وتقدر تنمو ولو بصورة بطيئة في تراكيز ملحية عالية. وعندنا الإكستريم هالوفيلز، هذه الإكستريم هالوفيلز الاوبتيمم مالتها تراكيز ملحيه عاليه، يعني هي مو تتحمل، لا تنمو بتراكيز ملحيه عاليه قد تصل من 15 الى 30%. يعني مثلا اذا عندنا حجم المزرعه 100 فراح نحتاج من 15 الى 30 غرام بيرسنت من الان اي سي ال. طبعا هذه اذا هي تحتاج خلينا نقول 15%، اذا خليناها بوسط ب 10 او 5 ما راح تنمو احتمال. ليش؟ لانه احنا نسميها اكستريم هالو فيلز، محبه لدرجات الملحيه العاليه. عندنا الاوزموفيلز هي الاورجانيزمز ذات ليف ان انفايرمنتس هاي ان شوجر از سوليوت. يعني من نقول اوزموفيلز يعني محبه للاوساط اللي تحتوي على نسبه سكريات عاليه. وعندنا الاكزيروفيلز
اللي هي الأحياء اللي تنمو بأوساط جافة أو يعني ما بها مي. فهذه الأورغانيزمز able to grow in a very dry environment. احتياج الكائن المجهري للأكسجين. هسه خلصنا من البي اتش. فالأكسجين and microbial growth، تأثير الأكسجين على نمو الأحياء المجهرية. طبعا مثل ما تعرفون الأيروبز require oxygen، وعندنا المايكرو ايروفيلز هذه تحتاج الأكسجين only when it is present at levels reduced from that in air due to limit respiration or oxygen sensitivity. يعني هذه تحتاج كميات قليلة جدا من الأكسجين. عندنا الفاكولتيتيف أورجانيزمز can live with or without oxygen، يعني هي فاكولتيتيف أورجانيزمز، يعني اكو أكسجين تنمو، ماكو أكسجين أيضا تنمو، يعني اختيارية، قد تنمو بوجود الأكسجين وأيضا تنمو بعدمه. عندنا الأنايروبز، طبعا تعرفون هذه cannot respire oxygen وتنمو بظروف لا هوائية، والأكسجين يكون توكسيك إلها، يعني الأكسجين يقتلها. عندنا الأيروتولرانت أنايروبز tolerate oxygen and grow in its presence or even though they cannot respire. يعني هذه الأيروتولرانت هي ما تريسباير أكسجين، قد تكون لا هوائية بس عندما يكون موجود أكسجين بنسبة كلش قليلة هذه تقدر تنمو بوجود الأكسجين حتى إذا هي ما تستخدم الأكسجين، فيسموها الأيروتولرانت أيروبز. وعندنا الأوبليجيت أنايروبز هذه inhibited or killed by oxygen، يعني أي أكسجين موجود بالإنفيرمنت راح يقتل هاي الأحياء المجهرية. تتذكرون هذا الفيجر؟ أتذكر يمكن أعطيتكم إياه. هذه هي تقسيمها الأحياء المجهرية اللي هي أيروبز والفاكولتيتيف أنايروب ومايكرو أيروفيليك وعندنا الانايروبيك وعندنا الفاكولتيتيف. هذا الشامبر بس حتى اشوفكم يستخدم في تنمية الاحياء المجهرية اللا هوائية اللي يكون الاكسجين توكسيك لها. فده تشوفون انتو حتى الاوساط الغذائية والمحاليل احنا حاطينها بشامبر free of oxygen، يعني ما بيها اي اكسجين. فمنها اللي يشتغل بدائم حتى الحاضنة واي شيء نحتاجه احنا يكون داخل تشامبر مفرغ تماما من الهواء. Why is oxygen toxic؟ طبعا مثل ما تعرفون انتو المولكيولر اوكسجين is not toxic، بس احيانا البرودكت او نتيجة العمليات الايضية راح تتكون مواد بها اوكسجين، هذه تقتل الاحياء المجهرية. يعني مثل هسا احنا الهيومن نتنفس الاكسجين المولكيولر اكسجين، مش نمطي CO2. CO2 تعرفون انتم بكميات عاليه كلش راح يكون توكسيك للانسان. فنفس الحاله الاحياء المجهريه تستخدم الاكسجين، وفي كثير من الاحيان راح تكون از باي برودكت توكسيك ماتيريال ذات اللي تقتل الاحياء المجهريه. ف اكسبوجر تو اكسجين ييلدز توكسيك باي برودكت اللي منها سوبر اوكسايد انايون، وعندنا الهيدروجين بيروكسيد، وعندنا الهيدروكسيل راديكالز. هذه كلها تكون سامة للأحياء المجهرية، لكن بعض الأحياء المجهرية تمتلك إنزيمات تحلل هذه الأنيون والبيروكسيد والراديكالز وتحولها إلى مواد أقل سمية. فمثل ما تشوفون هنا احنا عندنا هذه السوبر أوكسيد، وعندنا الهيدروجين بيروكسيد، وعندنا الهيدروكسيل راديكال. بعض الأحياء المجهرية تستخدم هذه المواد السامة، وتقدر بوجود إنزيمات معينة تحللها وتحولها إلى مواد أقل سمية. فالإنزيمات اللي عندنا من ضمنها اللي هي الكاتاليز and peroxidase convert H2O2 to O2 and H2O. فطبعا تعرفون أنتم O2 والH2O اثنينها مسامة، فحولتها من سام إلى غير سام. عندنا السوبر أوكسيد dismutase converts 2O2 هذا الانايون to H2O2 and O2، هذه اثنينها مسامة. وعندنا السوبر اوكسايد ريدكتيز in some strict anaerobes converts
هذا الانايون 2H2O2 with that producing O2. ليش with that producing O2؟ من اريكم شويه تفكرون بهاي. نقول سوبر اوكسيد ريدكتاز ان سم ستريك انايروبس كونفرتس O2 the anion O2 to H2O2 without producing O2. ليش؟ خلصنا من العوامل اللي تأثر على نمو الأحياء المجهرية اللي هي درجة الحرارة، الأسيل الهيدروجيني، الأكسجين والووتر. عندنا مصطلحات عامة. طبعا هسه راح نحكي على تأثير بعض المواد الكيميائية اللي من ضمنها الأنتيبايوتيك، المضادات الحيوية. فاكو يعني عدة مصطلحات لازم تعرفوها. عندنا decontamination اللي هو the treatment of an object to make it safe to handle. يعني من نقول decontamination ما بالضرورة انه يقتل الأحياء المجهرية، لكن او ما بالضرورة انه احنا نعقمها، لكن احنا شو نسويها make it safe to handle، يعني قد يكون يثبط حتى نقدر نتعامل ويا هذا الاوبجكت او الغرض اللي احنا نريد نسوي له decontamination. الديسانفكشن هذا directly targets the removal of all pathogens but not necessarily all microorganisms. يعني من نقول disinfected او disinfection نقصد ب احنا نقتل كل الاحياء المجهرية المرضية، لكن ما بالضرورة انه نقتل النسر اللي مايكرو، يعني العفو ما بالضرورة يقتل كل الأحياء المجهرية، فقط الباثوجينز، لأنه هذا الديسانفكشن عنده فد خلينا نقول ميكانيكية معينة اللي موجود أو تارجت، يستهدف تارجت معين موجود فقط بالباثوجينز مايكرو أورجانيزمز. عندنا الأنتي مايكروبيال ايجنتس are chemicals that kill or inhibit growth. يعني مو كل انتي مايكروبيال ايجنتس هو يقتل الاحياء المجهريه، قد يكون مثبط للاحياء المجهريه. فاي شيء بيسايدل سي اي دي اي ال هو يقتل الاحياء المجهريه، مثل البكتيريوسايدل، من نقول بكتيريوسايدل هو يقتل الاحياء المجهريه، قاتل. فنجيسايدل يقتل الفطريات، والفيريسايدل هو يقتل الفيروسات. اما اذا الكلمه بها ستاتيك هذا فقط يثبط النمو ما يقتل الأحياء المجهرية، فقط يثبطها عن النمو، وبعدة الظروف الملائمة أو بنفاذ هذا الأيجنت اللي بيكون ستاتيك راح ترجع الأحياء المجهرية بالنمو مرة ثانية. فعندنا إذا قلنا بكتيريو ستاتيك فهذا مثبط للبكتيريا وليس قاتل، فانجي ستاتيك مثبط للفطريات، والفيري ستاتيك هو مثبط للفيروسات. الأنتي بكتيريال أيجنت كان بي كلاسيفايد أز بكتيريو ستاتيك، bactericidal وbacteriolytic. البكتيريوستاتيك agents inhibits biochemical processes such as protein synthesis and bind weakly. هذه البكتيريوستاتيك راح تثبط فعاليات بايوكيميائية اللي من ضمنها تصنيع البروتينات، ترتبط في مناطق خاصة اللي تنتج بروتينات أو مصنعات البروتينات، فترتبط في مناطق خاصة قد يكون ارتباطها بالرايبوسوم الار ان اي، فارتباطها يكون ضعيف مو كلش قوي مو تايت، فما تقتل الاحياء المجهريه بس تثبطها عن النمو، وبعوده الظروف الملائمه راح تبدا الاحياء المجهريه بتصنيع البروتينات مره اخرى وتبدا بالنمو. بينما البكتيريوسايدل هذه راح ترتبط بصوره كلش قويه وتقتل الخلايا. فاذا عملنا البكتيريا ببكتيريوسايدل ايجنت راح تقتل البكتيريا اللي احنا عملناها. البكتيريولايتيك ايجنتس كيل باي لايسيس، هذه معظم الديترجنت. ليش؟ لانه هذه تعمل على تحليل الخلايا فهي تقتلها. تحليل الخلايا قد يكون تحليل السيتوبلازمك ممبرين، مثل ما تعرفون احنا اذا تحلل السيتوبلازمك ممبرين راح المحتويات الداخليه مال الخليه راح تخرج للخارج فتموت الخلية، فما من الممكن أن تعيد نفسها مرة ثانية. عندنا مصطلح المينيمم انهيبيتوري كونستريشن اللي هو MIC is the smallest amount of an agent needed to inhibit growth of microorganisms. يعني العلماء عندما يجدون أي بكتيريوستاتيك أو بكتيريوسايدل، شلون يقولون هذا بكتيريوستاتيك أو بكتيريوسايدل،
يجربون الام اي سي مالته، فيشوفون ايش قد اقل كميه من هذا الايجنت يثبط نمو الاحياء المجهريه. فعلى ضوءه، اذا طبعا اكيد اذا كان اذا كانت الكميه بالنانوغرامز او كميه كلش قليله وتثبط عدد كبير من الاحياء المجهريه، راح يقولون انه هذا الايجنت فعال كلش، واحتمال استخدامه بتراكيز عاليه راح يقتل الاحياء المجهريه. فهذه احنا نسميها الام اي سي. طبعا بالمناسبه اي انتيبايوتيك يوجد راح يسوي له ام اي سي، لانه كل ما كان تركيزه قليل كل ما كان قاتل بصوره فتاكه للاحياء المجهريه. شلون نسوي الام اي سي؟ بطريقه الديسك ديفيوجن اساي يوزز سوليد ميديا. اعتقد كلكم شايفين الديسك ديفيوجن اساي، هذه تجي اقراص قد تكون فلتر بيبر وبيها تراكيز معينه من قد تكون الانتيبايوتيك او بكتيريوستاتيك ايجنت او بكتيريوسايدال ايجنت، وننمي احنا البكتيريا او الاحياء المجهريه المراد لاختبار الايجنت عليها على اوساط زرعيه صلبه، ونثبت هذه الاقراص في الوسط، وعلى ضوء يعني نحدد فعالية هذه المادة. طبعا هذه شلون نحددها احنا؟ كل ما كان الزون اوف انهبيشن اعلى كل ما دل على انه هذا الايجنت الى القدرة العالية على قتل او تثبيط هذا الكائن المجهري. طبعا ايضا الام اي سي نقدر نحددها باستخدام الديسك ديفيوجن اساي. ايضا بعض المصطلحات اللي نستخدم للمواد الكيميائيه المستخدمه في تثبيط او قتل او الاحيان في تثبيط او قتل الاحياء المجهريه، عندنا الاستيرلنتس والديسانفكتنتس والسانيتايزرز اند انتيسيبتكس ار يوزد تو بريفنت جروث اون ان انيميت سيرفيسز اند اكسترنال بودي سيرفيس. هذه الاستيرلنتس والديسانفكتنتس والسانيتايزرز والانتيسيبتكس تستخدم على الأسطح الخارجية، يعني يمكن أن تستخدم خلينا نقول على السكين مال الهيومن، بس ما يمكن أن تستخدم خلينا نقول مثلا على الجروح، أو ما يمكن أن تؤخذ عن طريق الفم من قبل الإنسان، هي فقط لتعقيم الأسطح الخارجية. فعندنا الاسترولنتس destroy all microorganisms including endospores. فهذه الاسترولنتس من يشوفون مادة مكتوب عليها استرولنتس، خلوا بالكم أنه هذه تحطم وتقتل معظم الاحياء المجهريه من ضمنها السبورات الداخليه. الديسانفكتنتس ار يوزد اون سيرفيسز تو كيل، هذه تستخدم على الاسطح الخارجيه ايضا للقتل الاحياء المجهريه، بات ما لكن ما تقتل الاندوسبورز. يعني الستريلانس هي اقوى من الديسانفكتنتس فيما يخص السبورات. السانيتايزرز ريديوس مايكروبيال نمبرز بات دو نوت ستيرلايز، يعني من نقول سانيتايزرز هي تقلل الاحياء المجهريه بس ما تقتلها. ليش احيانا احنا نشوف اكو موجوده بالسوبر ماركتات او الصيدليات اكو سانيتايزرز نستخدمها احنا على ايدينا؟ ليش؟ هذه ريديوس مايكروبيال نمبرز بات دو نوت ستيرلايز، يعني ما تعقم ايديك، ما تقتل كل الاحياء المجهريه بها غايه، لانه تعرفون انتم الاحياء المجهريه الموجوده على السكن اكيد بها بنفيت، فاحنا ما نريد نقتل كل هاي الاحياء المجهريه اللي موجودة على السكن. الانتيسيبتكس هي دائما جيرميسايدز kill or inhibit microbial growth but are non-toxic enough to be applied to living tissues، يعني هذه تقتل أو تثبط نمو الأحياء المجهرية، لكنها هي ما كلش يعني ما لها سمية عالية حتى نقدر نستخدمها في تعقيم living tissues، يعني ما تقتل كل خلينا نقول كل الاحياء المجهريه. طبعا هذا فيما يخص محاضره خلينا نقول جزء من الثانيه والثالثه، وان شاء الله راح انزل لكم بعض الواجبات او المسائل وانطيكم ان شاء الله لحد الاثنين القادم حتى تحلوها.